السلام عليكم. السميه ديالي محمد بالعربي، كتواجد المعصره ديالنا في مركز سوق الحاد الاغدير اقليم شوشاون، كتبعد على شوشاون 27 كيلومتر على وزان 41. الجوده يعني الجوده كاينه، الجوده مزيانه هذا العام. الثمن معروف، الثمن مرتفع على حساب قله الشتاء ما كاينش. ثمن الزيتون ديال الحب غالي، كيتراوح بين 10 درهم و 11 درهم حتى 11 درهم ونص، ولا المردوديه ديالو ضعيفه، كيتراوح بين 11 و 14 يطرو في القنطر. يعني على العموم الناس كيجيو كياخذوا الزيت ولكن بكميه قليله، كيدي غير التدويقه، يعني الثمن باقي مرتفع على المواطنين. شحال الثمن ديالو دابا؟ كيتراوح بين 80 و 85 درهم. منطقه الزيتو كتجي من سيدي قاسم، نوزان، الجرف، هذا النواحي اللي كنخدموا معاهم. حنا كنبداو كل عام حنا الاولى على حساب عندنا الناس كيجيو يسولونا بزاف على الزيتون الجديده، كنبداو حنا الاولى كنتعاملوا بجميع تصدرنا الشامل كامل تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم انس بالعربي، القاضي في هذه المنطقه سوق الحاد الغدير ما بين شفشاون ووزان. ان شاء الله هذا الموسم الجديد غيدخل عندنا الزيتون. كنقولوا للناس يعني الناس تطوان، الناس طنجة، يعني المناطق اللي يعني المجاورة، مرحبا بكم عندنا هاد المعصرة الفقيرة، كاين خدمات جد ممتازة. ايوا شكرا للجميع، مرحبا.